ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. في حي العثمانية بوهران في شارع سودان عمار يملك البشير بالمسيلي منزلا من طابقين، فضلا عن الطابق الأرضي الذي جعل من قسم منه مرآبا يركن فيه سيارته، ومن الجزء الآخر محلا تجاريا. تدب الحركة في ذلك المنزل خلال عطلة الصيف حين يقدم البشير وأبناؤه وأحفاده من فرنسا حيث هم يقيمون، وحين تنتهي العطلة يغمض البيت نوافذه وتظل كذلك معظم العام. يعرف الجيران أن البشير بالمسيلي الذي أحيل على المعاش منذ عامين جعل أحد أقاربه حارسا للمنزل وأسكنه الطابق العلوي الذي لم يكن مكتمل البناء. من حين إلى آخر كان الرجل يشاهد خارجا من المنزل أو يهم بالدخول إليها. قليلا ما كان يلقي بالتحية وبصوت خافت على من قد يصادفهم في طريقه. اسمه عبد القادر، كذلك يناديه البشير. لا يعرف للرجل الذي تخطى 50 فيما يبدو عمل أو حرفة. كان يغادر المنزل في مواعيد لم تكن منتظمة ويعود في أوقات هي بعيدة عن كل رتابة. في صيف العام 2006 في شهر يوليوز جاء البشير لقضاء عطلة الصيف. لم يكن معه أي من أفراد أسرته. قال لمن تربطه بهم صداقة من جيرانه إنه لا يستطيع أن يمضي الصيف في غير وهران، وإنه من أجل تلك العطلة بين الأحباب والأصدقاء فضل القدوم وحيدا. يظن كثيرون أنها المرة الأولى التي يأتي فيها البشير إلى وهران لقضاء عطلته الصيفية بمفرده دون زوجته راضية. هناك من استغرب أن يجرؤ البشير ويأتي إلى الجزائر بمفرده. الذين استغربوا يعرفون سلطوية الحاجة راضية ويعرفون أن البشير لا يعصي لها أمرا ولا يجادلها في قرار. هؤلاء الفضوليون يظنون أن الرجل ما قدم إلى الجزائر وحيدا إلا بموافقة راضية. انتصف شهر غشت ولم يبد في اليومي من حياة البشير ما يدل على قرب عودته إلى فرنسا. أكثر من ذلك لوحظ أن امرأة قال البشير إنها بنت خالته وإنها قدمت من العاصمة صارت تتردد بوتيرة متقاربة على سكنه. كانت تبدو في 40 أو لعلها تخطتها ببضع سنين، سيدة لها نصيب من الحسن وتبدو مهتمة بأناقتها. لا أحد استطاع أن يحصل على معلومات أوفى حولها. كانت بعض الجارات تتحرقن لمعرفة سر ترددها ذاك على بيت البشير بالمسيلي. أن يقول إنها ابنة خالته لم يكن قولا مقنعا في نظرهن. ثم حل شهر شتنبر. الذين لهم دقة الملاحظة سجلوا أن عبد القادر الذي كان يتولى الحراسة قد اختفى. لا يبدو أن البشير سيعود إلى فرنسا. حين نزلت الأمطار الأولى بدا كمن يكتشف ذلك للمرة الأولى، يقول لجلسائه في المقهى الذي يرتاد إنه لم يعش جوا ماطرا في وهران منذ أن غادر إلى فرنسا قبل 40 عاما. كانت ممتعة الحكايات التي يتداولونها في جلساتهم تلك التي تستمر ساعات. تعود صداقة أغلبهم إلى سنوات الشباب بل إلى الطفولة أحيانا. كان البشير يفضل أن يحكي لهم عن أشياء حدثت له هناك في المهجر بفرنسا. وبرغم تلك الصداقة المتينة فإن أيا من أصدقائه لم يجرؤ يوما ليسأله عن سر مكوثه في وهران حتى الآن، هو الذي اعتاد السفر والعودة إلى فرنسا قبل أن ينتصف شهر غشت على أقصى تقدير. يعلمون أن الرجل لا يحب التطفل على حياته الخاصة، ويعلمون أنه ربما أساء فهم سؤالهم ولذلك تحاشوا الموضوع. في مستهل أكتوبر أعلن البشير بما يشفي فضول الفضوليين أنه تزوج، وأن تلك التي كانت تتردد على بيته ابنة خالته صارت زوجته. يوم صدع بزواجه الجديد بدا وهو في 67 وكأنه في عز الشباب.
ثم صار الجيران الجارات خاصة يشاهدونهما معا. في صباح 20 من دجنبر رن جرس منزل البشير بالمسيلي. بتلقائية مضت زوجته الجديدة واسمها غيثة لترد. كانت تسأل عمن يكون الطارق، ولما لم تتلق ردا عادت إلى الصالون وأبلغت البشير بأن لا أحد يجيب. أطل من الشرفة، أمام الباب سيارة مرقمة في فرنسا. عاد إلى الداخل. من؟ سألته غيثة. لست أدري ولا رغبة لدي أن أعرف من. ثم رن الجرس من جديد وسمع صوت رجل يقول وهو يخاطب شخصا: أظن أنه في المنزل، النافذة مفتوحة. عم الصمت بضع دقائق، ثم أحس بأحدهم يجرب مفتاحا في قفل الباب. لحظتها أيقن أنها راضية، زوجته التي تركها في فرنسا. هي وحدها تملك مفتاح الدار، ولكنها إذا كانت بالباب ستكون أدركت الآن أنه غير القفل. سمع السيارة التي كانت متوقفة بجوار منزله وهي تغادر. عاد الهدوء ليخيم على المكان، ولما مضى إلى الشرفة ليتيقن من أن السيارة المرقمة في فرنسا قد مضت، التقى نظره بوجه امرأة تطل من وراء زجاج نافذة في الطابق الثاني من المنزل المقابل. لعلها رأت من كان ببابه، وحتى يتفادى كل اصطدام اقترح على زوجته الجديدة غيثة الذهاب لزيارة عائلتها في العاصمة. رحبت المرأة بالفكرة، لعلها هي أيضا فكرت في تفادي كل اصطدام مع ضرتها التي تعرفها جيدا. حرص البشير على أن يأخذ معه كل الوثائق التي تخص ملكية المنزل وتلك الخاصة بحسابه البنكي، دون أن يغفل الوثائق التي تتعلق بمعاشه وتأمينه الصحي. في حدود منتصف النهار أخرج سيارته من المرآب، أغلق الباب بإحكام، ثم ظهرت غيثة بالباب. كانت في كامل أناقتها، ركبت وما لبثت أن انطلقت السيارة. قال إنهما سيقسمان الرحلة إلى مرحلتين، وإنهما سيأويان إلى فندق ما أن يحل المساء. وكذلك وصل إلى العاصمة قبيل منتصف اليوم التالي. وهو في منزل أصهاره الجدد ظن البشير بالمسيلي أنه صار بمنأى عن زوجته الأولى وعن بطشها. أمضى في العاصمة أسبوعا وقدر أنه بإمكانه أن يعود إلى منزله. أمطرت السماء بغزارة ذاك 26 من دجنبر. لما أوقف سيارته بمحاذاة باب المرآب كانت الساعة تقترب من 9 مساء. الشارع خال من كل ذي نفس. برودة الجو جعلت الناس يأوون إلى منازلهم باكرا ويلزمونها. فتحت الباب ودخلت غيثة مسرعة لم تنتظرها، بينما فتح هو باب المرآب وركن السيارة. وما أن أغلق الباب حتى باغته شخص كان يغطي وجهه بما يشبه كيسا أسود به ثقبين ينظر منهما. تراجع البشير قليلا إلى الخلف، كان ظهره إلى جدار. أبكمه ظهور ذاك المقنع الذي يحمل في يده ما قدر أنها مدية. كان ينظر إليه دون أن يتكلم. من أنت؟ وماذا تريد مني؟ سأل البشير. ولكن ذاك المقنع لم يرد وظل ينظر إليه، عيناه تلمعان في عمق الثقبين. الآن أشهر سكينة. من أنت؟ ما الذي تريده مني؟ كرر البشير. تقدم منه أكثر ذاك الذي يبدو كالشبح. إذا كنت إنسيا فقل ما الذي تريده مني، وإن كنت جنيا فإني أستعيذ بالله منك. صدرت من المقنع قهقهة كتمها القناع ذو اللون الداكن. فكر البشير في حيلة يتخلص بها من هذا الذي يحاصره. تظاهر بأنه أغمي عليه، هوى بتؤدة مستندا إلى الجدار، ثم استرخى على أرضية المرآب. أحس بها باردة، ولكنه يعلم أن عليه أن يتحمل البرودة. لثواني ظل المقنع واقفا وفي يده مديته. لعله لم يكن وضع في حسابه أن يغمى على الرجل.
ولما انحنى يريد أن يتأكد من أنه لم يمت فاجأه السبعيني بأن ركله في ساقه بكل ما أوتي من قوة. فقد المقنع توازنه وهوى، نهض البشير يحاول الفرار، نفذ إلى السلم من باب صغير في عمق المرآب، أغلق الباب من خلفه بإحكام وصعد السلم وأنفاسه تتدافع. لما دخل الشقة التي يسكنها كانت غيثة تستحم. جلس في الصالون لا يصدق، لم يحدث أن هاجمه أحد. لما خرجت فوجئت به جالسا في الصالون، علت وجهه صفرة ويبدو شاردا. لم يكن على ذلك الحال لما نزلت، اقتربت منها. ما الذي حدث؟ لم يجب وأشار إليها أن تجلس بجانبه، ثم بعد أن هدأ قليلا قال: أحدهم فاجأني في المرآب، كان يحمل سكينا، أسقطته أرضا وهربت، أغلقت الباب بإحكام، أظنه ما زال هناك، لم أسمعه فتح الباب. ماذا تنتظر؟ اتصل بالشرطة. نعم سأفعل، كنت أنتظرك، سأفعل. كان مضطربا، لم تره من قبل على ذلك الحال. ركب رقم شرطة النجدة، انتظر عدة دقائق قبل أن يأتيه صوت يخبره بأنه في اتصال مع شرطة النجدة. بلا مقدمات قال: هاجمني أحدهم في منزلي، كان يحمل سكينا كبيرة، تخلصت منه ولكنني أظن أنه ما زال في المرآب، لا سبيل له للخروج. طلب منه الصوت الذي رد عليه عنوان سكنه وأبلغه بأن دورية للشرطة ستصل بعد قليل. مر ما يقرب من نصف ساعة لما رن جرس منزله، نزل دون ما انتظار وفتح الباب، وجد أمامه رجلي شرطة. إنه في المرآب، قال بلا مقدمات، ثم تقدم الشرطيين نحو باب صغير ينتهي عنده الممر. كان المكان منارا، وعلى بعد بضع خطى من الباب رجل ملقى على وجهه، على إحدى جانبيه بقعة دم كبيرة. تقدم منه أحد الشرطيين، قلبه، في الجهة اليمنى من صدره غاب حد المدية بشكل شبه كامل. جس الشرطي نبضه، أظنه ما زال حيا، اطلب سيارة إسعاف. دام الانتظار نحو 20 دقيقة، حسبها البشير دهرا. الساعة تقترب من 11:30. حمل الرجل المقنع إلى المستشفى، ثم جاءت فرقة من الشرطة العلمية ومسحت المرآب. طلب من البشير أن يرافق الباحثين إلى مركز الشرطة. تم الاستماع إليه، كرر مرة أخرى زيادة ما قاله من قبل. ولما سئل عما إذا كان يتهم طرفا ما بمحاولة الاعتداء عليه، حكى قصة زواجه من غيثة. قال إن راضية لم ترغب في العودة معه إلى وهران. ظن المحققون أن المعتدي قد يكون تصرف بتحريض من الزوجة الأولى، ولعله استؤجر لتصفية البشير. في اليوم التالي رافق السبعيني رجل شرطة إلى المستشفى حيث يرقد ذاك الذي هاجمه. سأله الشرطي إن كان يعرفه، رد بالنفي. لم يكن وضعه يسمح باستجوابه، ولم يتسنى ذلك سوى بعد انقضاء عدة أيام. حاول الرجل واسمه الرهيف قادر أن يدفع بأنه ما قام بما قام به إلا طمعا في سرقة المنزل، وأن صاحبه فاجأه. لم يكن متماسكا ما قاله، لأنه كان بإمكانه أن يهرب لما فتح باب المرآب. كانت نسخة مفاتيح المرآب التي عثر عليها بحوزته تعمق الشك في صدق ما باح به. وكذلك اعترف بأنه حصل على 1000 يورو من راضية التي بين التحقيق أنه يعرفها جيدا، للقيام بمهمة تتمثل في الاستيلاء على كل وثائق الدار وتلك التي تخص البشير وقتله، في المؤخر من الصفقة 1000 يورو أخرى. لم يكن لذلك العاطل المدمن على الخمر أن يرفض. تم إصدار أمر باعتقال راضية بن ميمون. كان التحقيق قد أثبت أنها غادرت الجزائر جوا في اليوم نفسه الذي قبض فيه على قادر، منذ إذ لم تعد.